سلم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق، كما يتفقد مدبولي أعمال مشروع دار مصر لمتابعة سير العمل. موجودين في مدينة الشروق عشان نسلم عقود لعدد 650 وحدة، بالفعل تم إنهائهم، والنهاردة يمكن هنسلم عدد من عقود للمواطنين المستحقين لهذه الوحدات. احنا عندنا إجمالي عدد الوحدات في مدينة الشروق الخاصة بالإسكان الاجتماعي حوالي 3750 وحدة، دول في مراحل تنفيذ مختلفة، وعدد الغالبية هتخلص في أسرع وقت إن شاء الله. المجموعة اللي بنسلمها النهاردة زي ما قلت 650 وحدة، بإذن الله هنسلم عقودهم النهاردة للناس. احنا النهاردة الحمد لله تجاوزنا 220 ألف وحدة انتهوا بالكامل، وعندنا 280 ألف تحت المراحل التنفيذ المختلفة، يعني حوالي أكتر من 500 ألف وحدة. ده بالإضافة لأن احنا النهاردة خلاص بنطرح أو بدأنا أعمال تنفيذ أكتر من 100 ألف وحدة أخرى، فيعني احنا واصلين لأكتر من 600 ألف وحدة النهاردة على مستوى هذا المشروع الكبير.